رياض مازال يلعبها مع سفيان، سفيان من هنالك بن ناصر يفضل يبقى هنا مع زفان، وصلته زفان، زفان حتى في الارض يا سفيان، كانت في الارض وين رفعتها في السماء. عدنان قديورة مرة ثانية يلعبها مع عيسى مندي، عيسى مندي والكرة في الارض مع رياض، رياض يبحث عن بغداد، دخل رياض، رياض مازال، رياض يحطها لاسماعيل بن ناصر، راح من هنالك رامي تلعب مع رامي زفان مرة ثانية يلعبها مع رياض، يا رياض سجلوها يا رياض يلعبها مع زفان مازال يرجع للخلف لسفيان، زفان مرة أخرى، زفان يطلبها عدلان قديورة، وين رايح يا زفان؟ وين رايح يا مهدي؟ يطلبها بن ناصر، وصلته من هنالك، رجعوا لاعبين الناجرين، بن ناصر دخل، بن ناصر جول، بن ناصر أوبا با 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 القائم، بن ناصر والعارضة الأفقية تصد. اسماعيل عندي اخي اسمه اسماعيل، وانت كذلك اخ عزيز يا اسماعيل، يا سلام على هذا الصاروخ، ضربت في العارضه الافقيه. معليش يا جمال الكره لاكبيوي، الكره لاكبيوي يرسلها بعيده، رياض محرز للتماس لصالح المنتخب الجزائري. جمال حاس بانه راح نقضيوا عليهم الان، جمال حاس راح جاب الكره، العب يا رياض والعب يا زفان، بقات دقيقه ونص، بغداد بنجاح راحت لسفيان، سفيان وبغداد يرجع لرياض، رياض عند الكره الان، رياض يرجع تماما في الخلف في اتجاه جمال بالعمري، رجعنا الان في هذه اللحظات، راجعوا النيجيريين، حذر الان، جمال بالعمري يلعب ليوسف بليلي، راحت لاسماعيل بن ناصر، اسماعيل مع يوسف، اطلبها رياض، وصلها رياض، ادخل رياض، بابا رياض، زدت واحده رياض، اسماعيل بن ناصر، وخطأ راح نقتلهم، وخطأ في هذه اللحظات نقتلهم، مش بالمعنى القتل، لا، يعني حبيت نقول بأنه راح نقضيوا عليهم كرويا وفنيا في هذه اللقطة. يا رياضة لو حطيتها في الجول، يا رياضة مخالفة على خط ال 18، اسماعيل بن ناصر لرياض، الكرة في المخالفة، يا سلام، هل ستدخل أندي دولور أم تخلي رياض هو اللي ينفذها يا جمال؟ خلاها بعده عليه، يقول لهم جمال، خلوني يقول لهم جمال، رياض محرز والكرة الأخيرة في التسعين دقيقة، رياض محرز وكرة الهدف الأول ثاني، يا سلام، رياض يستعد، القلوب كلها معلقة ووقفة هنا، يا سلام عليك يا رياض لو تخلصنا من الوقت الإضافي، يا سلام يا رياض لو تخلصنا من الوقت الإضافي، يا رياض لو تفعلها، يا رياض لو تفعلها، المخالفة بين رياض محرز ويوسف بليلي هي الكرة الأخيرة والفرصة الأخيرة، الحكم يقول لكم كصما لازم تحترموا المسافة القانونية، غير محترمة المسافة سيد الحكم، رياض محرز يستعيد تنفيذ هذه المخالفة، حطها في الجول يا رياض، عناصر المنتخب الجزائري، كتبنا تاريخ سنة 90 ونكتبه 29 سنة من بعد، من أراد أن يبكي فليبكي، من أراد أن يبكي فليبكي فرحا، فليفعل لأنه سيكون بكاء الرجال، بكاء الفرسان وليس بكاء الخذلان، يا سلام، من أراد أن يبكي فليبكي فرحا واعتزازا وافتخارا برجال أبطال، شرفونا وفرحونا ورفعوا راسنا مثل ما يفعل شعبنا في الظروف الصعبة.